اهلا احبائي مشاهدينا في كل مكان. موجود انا في مكان كتير كتير حلو في استراليا في ملبورن في جزيرة فيليب، وهذا المكان عند البحر. اجيت هون من اجل اجتماعات وخدمات، والرب بارك جدا. الاحبة جابونا على هذه المناطق حتى نشوف الطيور في هذه المنطقة، وكمان سماع صوت الأمواج المتكسرة عند الأحجار، والمنظر كله رائع بيوحي على جمال الطبيعة وجمال الخليقة. وهذا إن دل على شيء بدل إنه ربنا رائع، ربنا جميل، ربنا كل شيء بيخلقه جميل، وفي تناسق في تناغم في كل شيء بيعمله. من هذا المكان بحب أحييكم بهذه الفترة اللي بنحتفل فيها في عيد الفصح وعيد قيامة يسوع المسيح. بصلي إنه الرب يباركك ويبارك أسرتك، والمسيح حي فينا يعطيك نصرة القيامة. من هذا المكان بصلي ربنا يستجيب كل طلبي، كل دعاء، كل صلاة في حياتك. ربنا يباركك.